مرت عن بطولة النسخة الرابعة من الدوري الاحترافي المغربي 24 دورة، وإلى حدود الآن لا يزال الغموض يلف اسم الفريق صاحب اللقب أو الفريقين المغادرين إلى القسم الثاني. الأرقام المتوفرة إلى حدود الآن لا تزال متحركة، والمتوفر حاليا يفيد أن لا شيء حسم بشكل نهائي، بالرغم من بعض المؤشرات البسيطة والتي لا يمكن اعتمادها أو أخذها بعين الاعتبار ما دام الموسم في جعبته 6 جولات. وبلغة الأرقام 18 نقطة لا تزال محطة تنافس بين فرق القسم الأول، إضافة إلى بعض المباريات المؤجلة والتي سيكون لها من دون شك دور كبير في تغيير بعض ملامح صبورة الترتيب. ونبدأ قراءة الأرقام من مقدمة الترتيب. الوداد البيضاوي يعتلي الريادة برصيد 45 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه أولمبيك خريبكا، لكن المؤشرات المتوفرة تؤكد أن الطريق يبدو إلى حد ما معبدا أمام الوداد البيضاوي، الاعتبار أن في جعبته 7 مباريات، 6 عن الدورات المقبلة وواحدة مؤجلة أمام المغرب التطواني لحساب الجولة 24. وجدول مباريات الفريق الأحمر يفيد أن الوداد سيلعب 3 مباريات بعقر الدار، وإذا ما أضفنا مباراة الديربي البيضاوي أمام الرجاء صار عدد مباريات الوداد الذي سيلعبها بمعقله 4 مباريات من أصل 7. وإذا ما استمر الوداد على إيقاعه المرتفع وواصل حصد النقاط فإنه سيحسم اللقب دورتين على الأقل قبل نهاية الموسم، هذا في حال تعثر مطارديه سيما أولمبيك خريبكا الذي سيحل ضيفا على الوداد في الدورة 30. ممثل مدينة الفوسفات اعتبر ظاهرة الموسم بامتياز، شق طريقه بثبات وأضحى فريقا مزعجا للعديد من الفرق الأخرى. فوزه باللقب يعتبر ممكنا إلى حد ما، فبديهي أنه إذا استمر في نتائجه الإيجابية وتعطر الوداد فإن اللقب سيكون خريبكيا، دون ذلك فإنه سينافس على إحدى تذاكر المنافسات الإفريقية. باقي الفرق الأخرى المطاردة، الفتح الرباطي والكوكب المراكشي صاحبي 39 نقطة، والمغرب التطواني صاحب 36 نقطة مع مباراة ناقصة، هي فرق معنية كذلك بالتنافس على اللقب بشكل محدود في حالة واحدة دائما تحقيق نتائج إيجابية وتعثر الفرق الأولى.